معكم دانا السبلي. أهلا وسهلا فيك دانا، تفضلي. اليوم أريد أطرح موضوع أن طلاب الكليات والجامعات الخاصة مستحقين للمصروف. بين في البداية أريد أرجع لأصل الموضوع اللي هو كان قبل عدة سنوات لما كان الطلاب المتفوقين يدخلوا الجامعات الجامعات الحكومية وفعليا يكونوا مستحقين للمصروف، لأن يكون في فرق بين نسبهم ونسب الطلاب في الكليات الخاصة، فهم يكونوا مستحقين من الدولة إن الدولة تدفع عنهم كامل التكاليف. لكن اليوم بعد كم سنة اختلف الوضع تماما، نحن نشوف طلاب متفوقين وجايبين نسب في التسعين مرتفعة جدا داخلين كليات خاصة، أما طلاب ثانيين جايبين مثلا في السبعين داخلين كليات حكومية جامعات حكومية. فهنا نحن نشوف عدم المساواة والعدل في موضوع المصروف. يعني دانا أنت تقصدي أنه الحاصلين على بعثات داخلية من الطلبة والطالبات ما يحصلوا على مصروف مقارنة بالطلبة والطالبات اللي حصلوا على فرصة دراسية في مؤسسة تعليمية حكومية، يعني طلاب مثلا جامعات تقنية ولا الكليات التطبيقية سابقا وجامعة السلطان قابوس، هذا اللي حصلوا على مصروف. أيوة كذا بالضبط أنا أقصد، لكن إني أتكلم في الموضوع ما يعني إني أريد إن المصروف ينقطع عن هذول الطلاب، أريد يصير عدل في الموضوع إن طلاب الكليات الخاصة فعليا هم مستحقين. لا لا طبعا، يعني ذاك عاد يستوي حسد، يعني حاشاك عن كذاك، بس احنا نقصد انه الطلبه هذيل يواجهوا نفس يعني المصاريف اللي في الكليات والجامعات الحكوميه، يعني يكون عندهم متطلب السكن ومتطلب والله التغذيه ومتطلب النقل ومصاريفهم وغيره. ايوه كذا بالضبط، خاصه انه الجامعات والكليات أغلبها في مسقط، يعني مستحيل كل السلطنة عايشة في مسقط، تقريبا مثل 10% اللي هم في مسقط والباقين من كامل محافظات السلطنة، يعني الكل محتاج سكن، الكل محتاج نقل، محتاج تغذية. لكن لكن الطالبات والكليات الحكومية ما يحصلوا على علاوة أو إلا على مصروف. أيوة ما يحصلوا، فأنا جالسة أوضح أنهم فعليا مستحقين للموضوع للمصروف. لكن يعني مثلا جامعات سلطان قابوس الطالبات يحصلن على السكن ويحصلن على التغذيه. ايوه يعني حتى لو ما حصل المصروف، حتى لو ما حصل المصروف هم ماخذين عنهم كافه التكاليف ومعوضينهم في السكن ومعوضينهم بالنقل داخل الجامعه. نعم. طيب بعض الكليات اللي ما يكون فيهن سكن اصلا، يعني حتى الطالبات يحصلن في الكليات الحكوميه. طيب الآن يمكن من وجهة نظر الوزارة أنه هذه كليات حكومية واللي انضموا لهن أغلبهم من أصحاب النسب العالية والمرتفعة، أما الطلبة اللي حصلوا على بعثات داخلية يعني كأن يقولوا أنه والله الحكومة تكفلت بمصاريف دراستهم تكفل كامل ويبقى عليهم فقط المصاريف العادية. يعني لو كان الموضوع أنه فعلياً الطلاب اللي داخلين الجامعات الحكومية أصحاب النسب العالية وفي وايد فرق بينهم وبين اللي في الكليات الخاصة، نحن ما ممكن نتكلم، لكن اليوم نحن نشوف عدم العدل وعدم المساواة في موضوع في موضوع التحاق الطلاب بالكليات. يعني أنا أعرف ناس شخصياً جايبين 95 مثلاً في كليات خاصة، هذين ما مفروض يدخلوا كلية جامعة حكومية، فإذا هم دخلوا جامعة كلية خاصة ما مفروض أنهم يأخذوا على الأقل علاوة نفس الطلاب اللي في الجامعات الحكومية. يعني قصدك أن المشهد الآن تغير، ما كالسابق اللي ما جايب نسبة ودوه جامعة ولا كلية خاصة، الآن يمكن نسبتك مرتفعة لكن بتحصل بعثة في جامعة خاصة ولا كلية خاصة، وبالتالي رغم أن نسبتك مرتفعة مقارنة بطالب آخر موجود داخل كلية أو جامعة حكومية إلا أنك ما بتحصل على هذا العلاوة وعلى هذا المصروف. ايوه بالضبط، فالموضوع ما في لا عدل ولا مساواه. اذا يجب اعاده النظر بما انه تغيرت الظروف وتغير توزيع الطلبه على الكليات والجامعات، فمعناته محتاجين مره ثانيه نراجع كذلك نحن اليه صرف هذه الاعانات او العلاوات او المصروف اللي ذكرتيه. ايوه طيب كذا، وبخاصه انه في اهل يعني في عائلات ما عندهم ولد أكيد. واحد بس في الجامعه في الكليه عندهم اثنين او ثلاثه، فهم يضطروا انه يطلعوا نصهم عشان يقدروا يوفروا التكاليف لهذاك الولد الباقي ويوفروا تكاليف المعيشة الخاصة فيهم في البيت. يعني لو قلنا والله طالب أو طالبة من ولاية أخرى من محافظات السلطنة
وتدرس في محافظة مسقط، هذا يمكن متوسط مصروفها ما يقل عن 150 ريال أصلا. بالتالي يعني أكيد أنه بيشكل عبء كبير على أولياء الأمور، ويعني أقل شيء إذا ما كان هذا العلاوة وهذا المصروف يغطي جميع هذا المصاريف، أقل شيء يكون مساند يعني ويقلل الضغط على أولياء الأمور. طيب أيوة كذا. ونحن لما نقول إن عائلة غير مقتدرة ما يعني عائلة ضمن السؤون أو دخل المحدود، هنا الكل صاير ما مقتدر اليوم عشان أوضاع كورونا وعشان أوضاع ثانية. صحيح صحيح صحيح. طبعا أنت دانا تتكلمي عن نفسك وعن بعد مجموعة وشريحة كبيرة من زميلاتك سواء طلبة ولا طالبات يعني واجهوا نفس الظروف. أيوة